يلا ويا الله يلا ويا الله يلا ويا الله يوم الغدير. مبارك لكم عيد الولاية، عيد الله الأكبر، عيد تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من الموالين إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرك لسانك وبغيناك ترنم علي. ممكن إن شاء الله بهالليلة والله يعوركم إن شاء الله وحياكم ويانا في المضيف. تباركي المرتضى الدين اكتمل واتمم علي 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 علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك للأمة الإسلامية جمعاء تنصيب الإمام علي عليه السلام، وأرفع أسماء الثاني لأهالي قرية النويدرات وأقول لهم الله يعودكم في هذا في حال أحسن من هذا الحال، ونتمنى نشوفكم كلكم في الزواج الجماعي. مشكورين. غدير الغد عيد الولاية، أعاد الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية اليوم لي والبركات. يوم الموالي حققت آماله علي 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 علي. صاحب ولاية علي جلاله علي 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 علي. وكل بلد دو صده الحاله علي 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 علي. خلها تموت بغيظها عزاله علي 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 علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسم مضيف الإمام الحجة وجميع العاملين في هذا المضيف الخير، نهنئ صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية والمراجع العظام بعيد الإسلام الأكبر، وهو عيد الغدير تنصيب علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين سلام الله عليه. رزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وكل عام وأنتم بخير والله يعودنا في حال أحسن من الحال. متباركين بهالليلة، الله يعودنا وياكم كل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. نرفع إلى مقام مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى له الفرج، وإلى جميع المراجع والفقهاء ومشايخنا بهذه المناسبة، مناسبة تتويج ولاية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، نيابة عني وإصالة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية النويدرات الخيرية. نبارك جميعا إلى عموم المسلمين وإلى شيعة أمير المؤمنين خاصة بهذه المناسبة. نتمنى من الله العلي القدير أن يعود علينا مثل هذه الأيام ونحن في حال أفضل من هذا الحال بحق محمد وآل بيته الطيبين الأطهار. وشكرا لكم على تواصلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم مجلس إدارة نادي النويدرات نرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام صاحب العصر والزمان، وإلى جميع علماء الأمة، وإلى جميع المسلمين، وبالخصوص شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة العظيمة وعيد الله الأكبر، عيد الولاية، عيد الغدير. سائلين الله أن تعاد علينا هذه المناسبة ونحن بحال أفضل من هذه الحال، ومبارك للجميع هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. باسمي وباسم الجمعية الحسينية وباسم كل مؤمن ومؤمنة من شيعة أمير المؤمنين، وبارك لكم هذا اليوم السعيد، ونسأل الله أن يعيده علينا بحال أفضل من هذا الحال إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. السلام عليكم، وبارك إلى الأمة الإسلامية، وبارك إلى جميع أهالي القرية، ونتمنى إن شاء الله تدوم الأفراح، وإن شاء الله نتمنى في الأيام القادمة يكون الأستاذ عبد الوهاب حسين إن شاء الله بيننا وبين أهالي قريته لكي تعم الفرحة إن شاء الله. وشكرا لكم. صلت عليهم رحمة رب البشر، العترة تتكمل سعادتنا، نهدي لهم حبنا ومودتنا، فيهم تعبدنا في حبهم أنشدنا ومغلى ما عدنا. ذكرى على حروفي تترنم المشاعر وترفرف التهاني، مجبورة الخواطر وتعيد الموالين، فرحانة بضماير فرحانة
تحيا ذكرى نش دايم الوفادة بيامك العزيزة أرضها بالإشادة أطلع أنا وعيد طاير بالسعادة طاير بالسعادة أهل الوفاء والكرم سعادة العوالم بهم هبوب الفرج يصحب النسائم أهل العلم والسنة عترة المكارم فيهم شعور يطير يسبق الحمايم الطيبين الله يعودنا على هذه الأيام إن شاء الله بخير وبركة ونجاح إن شاء الله صلي على وسلم على يا موالي آل الذكرى والحب الكبير المصطفى وآل الميامين الدرر يا ذكرى وانا اللي بمودتهم أطير إن شاء الله الله ينصرنا ويعودكم بحسن الحال إن شاء الله بالبشر للعترة تتكمل سعادتنا نهدي لهم حبنا ومودتنا فيهم تعبدنا في حبهم أنشدنا مباركين بهالايام الله يعودنا وياكم ان شاء الله في حال احسن من الحال ان شاء الله مبارك للامه الاسلاميه بهذه المناسبه العزيزه مناسبه عيد الولايه تنصيب الامام علي عليه السلام ونتمنى ان يعود هذا العيد ونحن باحسن حال ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين نبارك للأمة الإسلامية ولجميع الفقهاء وإلى الأمة الأطهار عليهم السلام وبالخصوص الإمام الحجة هذا العيد الأكبر عيد الأمير المؤمنين تنصيبه نسأل الله أن يعيد هذه الذكرى على المؤمنين في حال أحسن من هذا الحال والله يعود الجميع إن شاء الله في صحة وسلام بسم الله الرحمن الرحيم نهنئ الأمة الإسلامية بعيد الولاية ولاية الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى ولي أمر المسلمين السيد القائد حفظه الله وإلى ولي مسلم الوزير وإلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه وإلى الأمة الإسلامية جمعاء إن شاء الله بهذه المناسبة نشكر الجميع وعيدكم مبارك أتقدم بالتهاني إلى جميع الأمة الإسلامية وإلى العلماء والفقهاء وبالخصوص السيد علي الخامنائي رب البشر بسم الله الرحمن الرحيم نبارك لكم هذه الليلة بولاية الإمام علي عليه السلام وعادهم الله عليكم بأفضل حال إن شاء الله تباركين إن شاء الله بهالليلة والله يعودكم إن شاء الله تباركين كل عام وانتم بخير والله يعودكم صحة وسلامة إن شاء الله الله يبارك لكم بهذه الليلة وإن شاء الله تستمتعون بها وشو كلام وانتم بخير الله يبارك لكم إن شاء الله بيعودكم على هذه الأيام بأحسن صحة بأحسن نعمة بأحسن أمان بأحسن إيمان وهو على كل شيء قدير يحيي العظام بكدرته وهي رميم ويولج الحي من الميت ويولج الميت من الحي ويرزق من يشاء ويعز من يشاء ويدل من يشاء بدون حساب بسم الله الرحمن الرحيم يا حب دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من سجلي المصطفى أصلها والفرد فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب وباب الله وخلق نوح وانقطع الخطاب
السلام عليكم يا هذا الحفل الكريم، الله يعودكم بالصحة والعافية والإيمان والأمان يا عزيز يا رحمن يا علام، وشافي مرضانا إن شاء الله وشافيهم بشفاهم. لعب خلاصي سفينتي ونجاتي والرحمة والكرامة شفاعتي ومماتي، أهدي الوفاء إليهم وأهديهم حياتي. هل الصبح بالهنا والمساء تعبت بالمصطفى عترته والزمن تورث. لا لا يا بالنبي مصطفى محمد يفضل اسم في الأرض والسماء تمجد. أهلا هلا طاب الملا طاب الهنا وشفنا المنام